يقول: أحرمت زوجتي للعمرة من الميقات، وعند وضوئها للصلاة قامت بنزع ربطة شعرها لتسوية غطاء الرأس خوفا من تكشف شعرها، ووجدت بالربطة بعض الشعرات ولم تكن تقصد ذلك، هل عليها شيء؟ ما عليها شيء، إذا ما قصدت وإنما سقط الشعر بدون قصد ليس عليها شيء، لكن عليها بالرفق، عليها إنها إذا أرادت تنزع شيء من رأسها أو تكده بالمشط أن ترفق شيئا فشيئا. نعم.